الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمن العجيب، لما تأخرت الرجال عن الوقوف إلى الطواغيت، ووقفت النساء، وسكتت الدعاة، وصمتت العلماء، إن ما يجرى على أرض تونس من ظلم وتعدي، وما جعل الأخوات يرفعن السلاح في وجه الطواغيت إلا للظلم، وهم يتحدثون أننا كلمناهم وأخبرناهم أن يستسلموا. كيف تستسلم أخت حرة منقبة إلى أعوان لعوينة وأعوان الطواغيت حتى يغتصبوها؟ أنتم لا تعرفون حقا للبشرية، أنتم تعرفون إلا المال والسهرات الماجنة والخمر والظلم والتعدي على الناس، وإن هذا الظلم لا بد له من يوم، ولكن اليوم أتكلم على زمن الغربة. فيا إخوة يا كرام، إني أستحي وأنا أسرد هذه الكلمات، أستحي أن الأخوات رفعن السلاح ووقفن أمام الظلم، وقالوا للظلم يا ظلم، وقالوا للكفر يا كفر. في زمن الغربة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن أبي العاص في مسند أحمد وغيره، يغربل الله الناس غربلة، فهذه هي الغربلة. إن الناس الآن في غربلة كثيرة، فقال: تبقى حثالة من الناس، أي بقايا من الناس لا قيمة لهم، يمرجون عهودهم ووثيقهم. يا أيها الدعاة ويا معشر العلماء، أين ميثاقكم مع الله وميثاقكم مع القرآن؟ قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأبواب الكبيرة في دين الله؟ وجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ولكن سبحان الله، صمتتم وسكتتم حتى جعل النساء يقاتلن في سبيل الله، ويرفعن راية لا إله إلا الله، ويقفن إلى الظلم والطواغيت وحدهم في ليل بهيم. أخت منقبة لا تملك إلا دينها، فلما علمت أن هؤلاء كفار بالكتاب والسنة وجب الوقوف إليهم، وقفت وأدت الذي عليها. هذه الأخت أدت ما عليها أمام الله. وأسأل الله أن يرحم الأخوات العافيات الطاهرات، وأسأل الله أن يدخلهم الجنان، إنه القادر على ذلك. ولكن يا إخوة يا كرام، الآن بان الفسطاطين، فسطاط فيه إيمان وفسطاط فيه كفر، وتبين طريق الحق والباطل. وطريق الحق واضح وصريح، وطريق الحق هو طريق القرآن والسنة. أما طريق الديمقراطية العفنة هذه الديمقراطية هي سجن للشعوب وظلم للشعوب، هي التي قضت على الفضيلة، وهي التي أنبتت الرذيلة، وهي التي أعوذ بالله تحرك الشهوات والنزوات، وهي التي تصنع الطواغيت. فيا إخوتي في تونس، أنا أحبكم في الله، ولكن ما جرى في هذه الأيام وسكوت الرجال وسكوت الشباب على ما يفعله الطواغيت في الأخوات، هذا ظلم صريح وواضح، فعليكم أن تقفوا إليهم بالقدر المستطاع، وعليكم أن تقفوا لهؤلاء الطواغيت. أخوات مأسورات وأسيرات، وأخوات مقتولات، بدأوا بالأخت أم يمنى وزوجها القعيد في السجن، والآن بدأ الدور بالأخوات الأخريات. ورأيتم أن العروي يروي، أعوذ بالله، في رواية: هذا حمار أمريكا، هذا بغل فرنسا. هؤلاء الذين أعوذ بالله حكموا البلاد لا يعرفون لا أصل ولا فرع، تألموا إلا الظلم والتعدي على الناس. الله سبحانه وتعالى أخبركم في سورة الحج، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن تدافعوا أنتم عن الدين يدافع الله عنكم. وقال ابن تيمية ناقلا لقول عبد القادر الجيلاني، قال وهو يتكلم على القدر: عليك أن تفر من قدر الجبن إلى قدر الشجاعة، ومن قدر الظلم إلى قدر الحق، وعليك أن تفر من قدر السكوت إلى قدر الكلام والصدع بالحق. فيا إخوة يا كرام، أين أنتم في تونس؟ يا أسود تونس، إن أسود تونس الآن يفعلون الأفاعيل في أرض الشام، هم الذين يقاتلون في كوباني، هم الذين يفتحون الحصون، هم الذين يذودون عن دين الله ويذودون عن الأخوات. تركنا وراءنا إخوان الرجال، ونعرفهم أنهم رجال، وما زالوا كذلك. فيا إخوة، فإلى متى الصمت؟
وإلى متى السقوط؟ اليوم بدأوا بهؤلاء الأخوات، وغدا زوجتك وأختك. هؤلاء ليس لهم حد، هؤلاء ليس لهم حد. كذبوا والله، وادعوا حقوق الإنسان، لا يعرف للإنسان حق ولا يعرف للناس حق. هؤلاء لا يعرفون إلا تأدية وظيفتهم، وهي مصالح الغرب، مصالح فرنسا، فهم يقتدون بفرنسا. إن بن علي لم يحارب الإسلام مثل ما حارب هؤلاء الإسلام. إن بن علي كانت حربه وراء الحجاب، وراء الستار، ولكن هؤلاء حربهم علنا على الإسلام. فإني أعزي أمة الإسلام في الأخوات الطاهرات العافيفات، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمهم وأن يدخلهم الجنان، إنه القادر على ذلك. فيا إخوة تونس الكرام، قوموا إلى الله وقوموا إلى دين رسول الله، وموتوا على ما مات محمد. إن كان محمد مات على التوحيد، فموتوا كما مات النبي على التوحيد. موتوا على لا إله إلا الله، موتة واحدة في سبيل الله، موتة واحدة في سبيل الله خير من جب، وخير من ركون، وخير أعوذ بالله من رهبانية ومساجد. وإني أكلم الدعاة تدرسون الأصول الثلاث والقواعد الأربعة والقواعد الوسطية، وتدرسون المتون، ألم تدرسوا مت؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هل يبقى التوحيد نظري ولا يكون التوحيد عملي؟ أين التوحيد العملي؟ وأين العمل بلا إله إلا الله؟ ألا تعلمون ومن يرد علي في هذه المسألة؟ أن هذه الحكومة حكومة كافرة، فهم كفار عينا. ومن يناقش في كفرهم إلا إنسان أعوذ بالله لا يعلم من دين الله شيء، لا يعلم لا أصل ولا فرع، يكابر ويجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فيا إخوة الإسلام، لا ترضخوا ولا تستكينوا. إن الأخوات الكريمات العفيفات ضربن مثالا، كما جاء في مسند أحمد، مر النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فشم رائحة طيب، رائحة مسك، فقال يا جبريل هذه رائحة من؟ فقال جبريل عليه السلام هذه رائحة ماشيطة ابنة فرعون. إن ماشيطة ابنة فرعون لما سقط المشط من يديها وقالت بسم الله، فقالت أيوجد إله غير أبي؟ قالت ربك ورب آبيك. فاشتكت إلى فرعون ونقلت الخبر إلى فرعون، فحرقها هي وأبناءها، وابنها الأخير كان يرضع منها وكان يلتقم ثديها. فلما خافت وترددت في تلك اللحظة، نطق الغلام الرضيع وقال يا أماه إنك على حق. فاثبتوا يا إخوة، فإن الأخوات بإذن الله كماشيطة فرعون، وبإذن الله السميع العليم لن تشموا منهم إلا الطيب وإلا العطر، وبإذن الله أرواحهم معلقة تحت العرش، ونحسبهم شهداء والله حسيبهم. أما أنتم يا طواغيت الشرطة والحرس، لكم يوم مع الله، ولكم يوم بإذن الله السميع العليم ترد فيه المظالم، ولكم يوم يسألكم رب العالمين، كما جاء في القرآن: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فأنتم مجرمين، والعار ثم العار ثم الشنار عليكم أنكم تقاتلون النساء، العار ثم العار. فلا تحسبن أن الرجال في أرض الشام لن يعودوا، وفي أرض العراق لن يعودوا، ولا تحسبن أن الإخوة في ليبيا سيسكتون عليكم. بإذن الله السميع العليم سيأتيكم يوم، يوم بإذن الله السميع العليم، يوم ترد المظالم وترفع راية لا إله إلا الله. فيا إخوتي في تونس، قوموا إلى الله، وقوموا مثنى وفرادى، وقوموا إلى لا إله إلا الله، فإن الله معكم، وإن الله ناصركم. وإني أعزي أمة الإسلام في الأخوات الطاهرات العفيفات. فهذا هو الطريق يا إخواني ويا أخواتي. فأسأل الله السلام والتمكين، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلط على بن جمعة سرطان، وأن يسلط على العروي أعوذ بالله سرطان في عقله. وأسأل الله العظيم أن ينتقم منكم، وأسأل الله العظيم أن نراكم بأعيننا
وأنتم تعانون في الدنيا قبل الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فبإذن الله السميع العليم إن أمة الإسلام منصورة، وهذه قطرة غيث، وإني بإذن الله عاهدت الله ألا أرجع على الحق، وأن أقول الحق، وأن أصدع بالحق، ولو كنت في تونس لحملت السلاح مع أخواتي وقتلت معهم، فهذه المرأة أشرف من آلاف آلاف الرجال، فهي صفية بنت عبد المطلب التي قتلت اليهود أيام الحصار في غزوة الأحزاب، فبإذن الله السميع العليم إنكم منصورون، وبإذن الله السميع العليم إن أمة الإسلام منصورة، وإن إخوانكم في أرض الشام يبلغونكم السلام ويتحصرون عليكم بإذن الله، وبإذن الله لنا عودة اليوم أو غد، وإن متنا فنحن شهداء بإذن الله، وإن عشنا سنعود إلى بلادنا ونفتح الأرض ونرجع جامع الزيتون المعمور، وترجع الدروس وترجع تونس إلى العقيدة الإسلامية، هذه سنة دف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صلاة الجنازة وصلاة الغائب على الأخوات، أسأل الله العظيم أن يتقبلهم وأن يدخلهم الجنان، إنه القادر على ذلك، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.